مرحبا بكم في النشرة اليومية لمواكبة أيام قرطاج الموسيقية. نستهل حلقتنا اليوم بحوار مع سمير بشا المشرف على جائزة محمود قطات واللي باش يقدم تفاصيل على الجائزة. في إطار المسابقة الرسمية باش تتبعوا معنا عرض للثنائي يوما بقصر المؤتمرات، ونختم حلقتنا بمواكبة للندوة الصحفية اللي انتظمت لتقديم جائزة محمود قطات. مشاهدة طيبة لكم. قرار من وزير الشؤون الثقافية تخصص إدارة أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الرابعة مسابقة دولية في العلوم الموسيقية اختارت لها عنوان جائزة محمود قطات للعلوم الموسيقية، وذلك بهدف تشجيع على البحث الموسيقي في مختلف مجالاته وتفرعاته. الدكتور سمير بشا موسيقي، دكتور في العلوم الموسيقية الجامعي، يشغل حاليا مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس ومشرف على جائزة محمود قطات للعلوم الموسيقية، يحدثنا عن هذه الجائزة وعن رأيه في أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الجديدة. تمت ندوة حول موضوع الإبداع الموسيقي، يعني في سياق أيام قرطاج الموسيقية. بالنسبة لهذه السنة، دائما في البحث العلمي في العلوم الموسيقية ما أسميه بالموسيقولوجيا حول جائزة الدولية محمود قطات للعلوم الموسيقية. وانت لاهي بها؟ أنا نشرف عليها كرئيس لجنة في هذه الدورة. معي معنا نجم نقول معنا شكون معايا في الأعضاء، هذا ما يعرفوهاش العباد يلزمنا نقولوه. هو هناك بروفيسور في جامعة كاليفورنيا اسمه رينولدز وايت، وأمين بيهم من لبنان. إذا زوز من قامات من أكبر قامات في المعارف الموسيقية العربية وغير العربية. هي جائزة دولية، يعني اللجنة يجب أن تكون متمكنة من الألسن الثلاث، يعني هذه النقطة يجب أن تسجل في أيام قرطاج الموسيقية لهذه الدورة. جاونا معناها بعض المقترحات، وإحنا بدينا انطلقنا تو في قراءة الكتب وقراءة محتوياتها والمشاريع، يعني ما زلنا في البداية، هذا ما نجموش تو نصرحوا ببعض الأشياء، ما زلنا في النقاش. وقتاش تسلم الجائزة؟ الجائزة تسلم يوم 14 في المكتبة الوطنية. عندي نقطة نحب نذكر بالنسبة للدورات هذه الثلاث، في رأيي أنه الرؤية كانت غير واضحة، خاصة فيما يتعلق مفهوم الأغنية التقليدية، خاطر كما نعرفوا أن الكثير من الموسيقيين يطالبوا بالأغنية، وأنا في اعتقادي الأغنية هي مشروع. ما أنت ظلموها الأغنية في المهرجان هذا؟ مش ظلموها، العملية تفسير المشروع كان غير واضح في تقديري، لأن الأغنية كما نعرفها بشكلها التقليدي، يعني هذيك فيها الموسيقى والبيت الأول والبيت الثاني والثالث، يعني التقليدية اللي نعرفها، هي في حد ذاتها مشروع. كان من الممكن أو من الأمكن إدماجها من ضمن الأشكال والموسيقية المعروفة. أربع الزارات عندي الزار الأول هو تمجيد الموسيقولوجيا، إيلوج دو لا ميزيكولوجي دو جون جاك ناتي، هي ترجمة من الفرنسية إلى العربية، وهي أول ترجمة لجون جاك ناتي باللغة العربية، لأن جون جاك ناتي كل كتاباته ترجمت بلغات عدة بما فيها اللغات يعني الغير مستعملة، سكون أبل لي لونغ رار. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني كان حول الهوية والأصالة في الموسيقى العربية. الهوية والأصالة في الموسيقى العربية هو كتاب يحكي عن الهوية، الهوية الموسيقى، موضوع نتحدث فيه أما لم نكتب فيه. عادة علماء الاجتماع يكتبون على موضوع الهوية. الكتاب الثالث أنطولوجيا الفنون الغنائية الركحية في تونس بطبيعة الحال، بين ظاهرة التثاقف والمثاقفة في فترة تتراوح بين 1956-1991، يعني هي دراسة موسيقية مشهدية. الكتاب الرابع هو باللغة الفرنسية لا ميزيكولوجي فاس أو ميستير ميزيكال.
في إطار المسابقة الرسمية لأيام قرطاج الموسيقية، احتضن قصر المؤتمرات حفلاً للثنائي يوما، هما كل من صابرين الجنحاني ورامي الزغلامي. اليوم باش نغنيو دي شانسون من الالبوم تاعنا الاولاني شورى، الالبوم الثاني غبار نجوم. دونك خذينا هكا احسن غنيات لي خذينا، معناها كومبيل من شورى ومن غبار نجوم، وهذا باش يكون العرض نتاعنا اليوم ان شاء الله يعجب العباد. انتما ثنائي عندكم قداش مع بعض؟ نحن في 2015 بدينا البروجي هذا اللي سميناه يوما، وكهو توا فما عام ونص مع بعضنا. الفكره جات هي تلقائيه، انا خدمت انا وصابرين في بروجي ميوزيكال واحد اخر في 2013 كان صدقني ربي. بعد عاودنا تقابلنا وبدينا نكتبوا مع بعضنا في الاغاني نتاعنا، وبدينا نلحنوا مع بعضنا، بدينا سو انترنت، ما حطينا اون فيديو على فيسبوك ولات فيرال تشافت. ومن بعد خدمنا، لقينا دي سال لعبنا فيهم، لعبنا في سالة سينما في دي تياتر، وبشوي بشوي انا نقدموا. قداش قعدتوا تحضروا الايام قرطاج موسيقي؟ والله ملي عرفنا اللي نحنا سيليكسيوني وقبل بشويه، خاطر نحنا كنا نسجلوا في الالبوم الثاني، دونك ديما نخدموا ديما لي ريبيتيسيون موجودين، ومن نهار اللي فقنا بالسيليكسيون نحنا معناتها نبرفوا ونحضروا في روايحنا. السبيكتاكل تاع اليوم اسمه شورى وغبار نجوم، خاطر اخترنا من الالبوم الاولاني والالبوم الثاني، الاغنيه هذه كانت تسمع اسمك وفي بارتي دو بروميير الوا، وتوا باش نعمل اغنيه اخرى من الالبوم الاول زيدا هو اسمها ايسيا. لجنة التحكيم كانوا حاضرين لمواكبة وتقييم العرض. قاعدين نقيمه بشوية بشوية فورا ميزور، معناه كل يوم نشوفوا زوز عروض من 7 لـ 9، عرض من 7 حتى لـ 8 وعرض من 8 لـ 9، فما برشا حاجات باهية، والتقييم يتطور ويتعدل بطبيعة. ثم برشا حاجات نجم نقولوا توا، ثم برشا حاجات باهية، ثم برشا موزيكا بنينة، والتقييم إن شاء الله مازالوا نهارين الكلوتير يظهر كل شيء. هلا ما فيني كتير احكي بالتفاصيل عن الفرق اللي مرقت، بس كتير مبسوطه بالمهرجان، كتير في شيء كتير ايجابي، وهو انه العنايه هي بالموسيقى، في مشاريع موسيقيه جديده عم تخلق، انماط موسيقيه جديده، هذا شيء مهم على مستوى العالم العربي، والانطلاق اكيد حيكون عالمي بعدين، كل الشبيبه اللي عم تتقدم فيهم يبلشوا كارير انترناسيونال بعدين، فانا كتير مبسوطه بوجودي هون. أول مرة تجي تونس؟ لا، هي تاني مرة، بس أول مرة بكون موجودة بجي ام سي كعضو لجنة التحكيم. عجبك المهرجان؟ كتير كتير عجبني كل شيء، من ناحية التنظيم، إدارة المهرجان، اهتمامهم بالموسيقيين كتير كبير، عجبني لجنة الفرز كيف الطريقة اللي حطت فيها العروض ورا بعضها، المشاركين وطريقة التعاطي مع الموسيقى والموسيقيين والصوت وكل هاي التفاصيل، لجنة الحكم الطريقة اللي عم بيتم تقييم فيها الأعمال كتير بطريقة إيجابية وعادلة، كتير مبسوطة. Thank you.
أعداد غفيرة وعبروا على إعجابهم بهالثنائي. اليوم باش يعملوا يوم العرض نتاعهم و جو سوي ان غران فان نيوما برسك الغنيات نتاعهم الكل يعجبونهم، عندهم جونغ ياسر طلعوا به جونغ ما فماش في تونس، هما اللي خلقوه، هما اللي صنعوا لي بارول نتاعهم، الموسيقى نتاعهم الكل، وحاجة طيارة ياسر يعطيهم الصحة إن شاء الله. في حاجة مع أكبر فيستيفال دو كارتاج نراهم إن شاء الله. بالحق ما نعرفش مليح، حبيت نسمعها لهنا. جيت سمعت أصحابي باش يمشيو، قلت نمشي معاهم. على اليوتيوب؟ إي إي شوية مش برشا. يوم عاد يوم فما اسمعنا بيا فيسبوك اليوم وحبه برشا. صحفيين كانوا موجودين كالعادة، كانت هذه مختلف آرائهم. حاليا شفنا موسيقى جديدة وكلوا موسيقى متطورة، شفنا جيل شاب قاعد يبدأ، يعني ما يسمى بثقافة المشاريع اللي هي غريبة علينا شوية في الدورات الأولى. الآن أمكن لنا أن نتأقلم معها، واكتشفنا أن الموسيقى هذه نجم تتصدر، نجم يسمعها العالم، عكس الموسيقى الكلاسيكية متاعنا اللي قاعد محلية. وربما الامتياز هنا يعود للتوجه الجديد متاع المهرجان، وشفنا احنا المتوج في السنة الفارطة صبري مصباح كيفاش تبنيته شركة عالمية. دونك صحيح ثم ثغرة خنقوله بين ظفرين على اعتبار غياب الأغنية، لأنه مهرجان هذا في صيغته الأولى كان فيه مسابقة تفاضلية وكان يسمى مهرجان الأغنية التونسية، كان وقتها ثم برشا انتاج، ثم كثافة بتاع انتاج كالكسوة الأغاني اللي تتعاد في المهرجان أو الأغاني المرفوضة، المهم ثم انتاج، هذا مش متوفر برشا. أنا رأى أنه الجيل جديد ما يزموش يقصي الأغنية التونسية، ورأى أيضا أنه الجيل السابق ما يزموش يتعلل بهات الموسيقى ويقعد مكتف يديه، لا يزمو يحاول يتطور يتأقلم ويوظف الموسيقى هذه لإبراز الأغنية التونسية. التجربة الموسيقية يعني القراءة موسيقيا، فما نغمة جديدة، فما توزيع جديد، فما روح جديدة، لكن بالنسبة لطريقة التقديم ممكن أنا نعتبرها كانت شوية روتينية، شوية فيها برشا حزن. أما موسيقى معناها عندها صدى كبير وكل، لكن اللي ممكن يلزم تخدم عليه أكثر أنه العرض يزيد تخدم أكثر. السينوغرافية حلوة برشا، ديو معناها كومباتيبل مع بعضهم، وفما تناسق مع بعضهم في الاختيار. اللي حسيته شوية هي الديناميك أكثر في العرض، باش تعطي أكثر حيوية وتخلي الناس ما تقلقش من نمط معناها الموسيقي ولا النغمة الموسيقية. أوفيت تعدى مزين برشا، عرض به يوم كالعادة قاعدين يخدموا في خدمة مزينة، عجبتني أنه عبى برشا أكثر من الاسبكتاكل الأخرين. أما تحسها صابرين سترسي شوية على خطرها مسابقة رسمية والكل خايفة لما يفوتيو ليش، سينو كانت تنحي شوية سترس تعديه بالقديب بالقديب. عبيت برشا وقاعدين يخدموا في خدمة مزينة، صوت رامي مع صوت صابرين جاي ميلانج مزين برشا. عجبني ياسر، محليه العرض على الاخر ديجا كومبلي سالة، الناس كل فرحانة بالعرض وكل. فما مرأة تعصف يعني على الأخر، والأخر يعصف بالعود، ما يعني صوتها حلو على الأخر. يوم حاجة جديدة ومودرن وحلوة برشا، أكيد جدا مش عجبني العرض. عرض مزين برشا، صوتها مزين، واللي معها في الجيتار كيف مزينة، وسافا محلي العرض معناه أكسبتابل على الأخر. السبيان فيت حاجة مش غريبة على جروب يوما، معناه كما كنت تحكي معناه نور، بالحق حاجة مش غريبة على جروب يوما. اليوم معناتها جروب ناس كل تبع فيهم، ناس كل شوف فيهم، كيف زاد صوت صابرين اللي هو معناتها صوت طايرة على الأخر. دونك بالحق كونسير محلي من أحسن الكونسير اللي صاروا في جي ام سي. بصراحة أنا جروب يوما يعجبني على الأخر ونحبه على الأخر، من أحسن من أروع ما تسمع في تونس. كان هذا عرض يوما لسجل إقبال جماهيري كبير مقارنة ببقية العروض، في انتظار أن يصدر الستار يوم السبت 15 أفريل ويتم الإعلان عن الجوائز. سيفيد وحبك تالك خيط معك.
تخصص إدارة أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الرابعة مسابقة دولية في العلوم الموسيقية، وقد اختارت عنوانا لها الجائزة الدولية محمود دجوتات للعلوم الموسيقية، وذلك بهدف التشجيع على البحث الموسيقي في مختلف مجالاته وتفرعاته المعرفية. رمزية الجائزة هذه كبرى، لأنها أولا تحتفي بباحث كبير اللي هو الأستاذ محمود قطات، الذي أعطى للبحث العلمي في مجال الموسيقى يعني مجالات مهمة جدا ومنشورات وكتب يعني هي تقرأ على صعيد دولي. أن تكون جائزة دولية تحمل اسم تونسي يعني فاعل في مجاله، هذا مهم جدا، وإن شاء الله يفعل هذا ويعمم لمجالات أخرى وتعبيرات أخرى واختصاصات أخرى، أول استفادة من هذه الخبرات وتعريفا بها في سياق الدولي، لأن اليوم تونس تحتاج إلى ريادة ثقافية حقيقية، إلى مواقع يعني متقدمة من التعريف يعني بهذه المكانة التونسية وبأعلامها ومبدعيها بصفة عامة. الدكتور محمد جوتات، هذا الاسم الذي اقترن بتأسيس المعهد العالي للموسيقى بتونس سنة 1982، واتصل اسمه بالموسيقى العربية منذ صغره إلى أن تحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الموسيقية من خلال تقديمه لدراسة شاملة حول الموسيقى الأندلسية وامتدادها في المغرب العربي باريس 1977. هو أيضا من مؤسسي مركز الموسيقى العربية المتوسطية النجمة الزهرة، وعضو قار باللجنة العلمية، ورئيس تحرير مجلة البحث الموسيقي التابعة لأكاديمية الموسيقى، وكاتب لدى اليونسكو في المنظمة العربية، وعضو في المجلس العلمي للمجمع التونسي للعلوم. التحفيز بدأ من بعث المعهد العالي للموسيقى من سنة 1982. هذا المعهد جاء ليحفز الشباب على أن يبدع عمليا وعلميا في المجال الموسيقي، وقد فعلا حفز الكثير من الشباب. واليوم ما شاء الله الساحة الموسيقية في تونس، لو نظرنا إلى كبار الموسيقيين ملحنين ومغنين وعازفين، ستجدينهم خريجي المعاهد الموسيقية العليا سواء تونس أو ما تفرع عنه فيما بعد في سوسة وصفاقس وقابس وغير ذلك. إذن المعهد كان فعلا حافزا مهما وجلب الشباب، خاصة كثير منهم كان سيتوجه إلى علوم أخرى، فعندما عرف أن الموسيقى الذي هو يهواها ويحبها يعني حرية بالاهتمام الجامعي وكذا، فانخرط فيها وأعطى ما شاء الله ما كان يمكن أن يعطيه في هذا المجال، وبالتالي هذا الكسب الأول. والكسب الثاني الآن هذه الجائزة، الذي أشكر وزارة الثقافة ووزير الثقافة على يعني بعثها، هي أكيد سوف تكون حافز أساسي لدفع الشباب إلى مزيد العطاء، ونرجو الخير لهذا القطاع وإلى بلادنا، وإن شاء الله يحميها من كل الشرور إن شاء الله. هذه الندوة التي أشادت بأعمال المبدعين في المجال الموسيقي أكدت على ضرورة تواصل هذه النوعية من الجوائز في مجال البحث الموسيقي، أفرزت عن منح مجموعة من الجوائز كانت كالآتي. المتوجين هما أربعة، هناك جائزتان شرفيتان وجائزتان معنا دوليتان لمحمود قطات للعلوم الموسيقية. بالنسبة للجائزة الشرفية الثانية تحصلت عليها الباحثة من مصر ياسمين فراج، الجائزة الشرفية الثانية تحصل عليها من ليبيا الأستاذ عبدالله مختار السباعي، الجائزة الدولية الثانية تحصل عليها الباحث جوناثان غلاسر من الولايات المتحدة الأمريكية عن كتابه The Lost Paradise، والجائزة الدولية الأولى تحصل عليها الباحث محمد مسمودي من تونس عن كتابه أنتروبولوجيا الإيقاع في المجال الوحي. إذن هذه الجوائز التي أسندت في هذه الدورة لأيام قرطاج الموسيقية، الدورة الرابعة بطبيعة الحال، وإن شاء الله مستقبلا تكون عنا نواصل في هذه الروبريك الموجودة الخاصة باش نشجع على البحث العلمي
في اختصاص الموسيقى، لأن العلوم الموسيقية هي تستفيد من الموسيقى، وكذلك الموسيقى عليها أن تستفيد من العلوم الموسيقية. لا يمكن الفصل بين هذين المجالين، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع في دورات مستقبلية تكون أفضل بطبيعة الحال. حقيقة أثلج صدري لأنه جاء نتيجة مجهود كبير يعني أنجزناه طيلة سنوات يعني في من البحث الميداني، نقلنا إلى جهة الجريد عدة مرات. بالمناسبة نحب نشكرهم الكل، نحييهم. نتذكر روح العازف بالقاسم خصومة الذي استقبلني في بيته، أيضا يعني حقيقة يعني فعلا يعني شيء يفرح يعني ويثلج الصدر كما قلت يعني. والله أنا يعني سعيدة جدا، أولا سعيدة لأن في جايزة للبحث العلمي طرحتها تونس، انطلقت من تونس البحث العلمي الموسيقي، لأن احنا عندنا قصور في ده الحقيقة، ويمكن دي الجايزة الأولى في الوطن العربي اللي بتهتم بالبحث الموسيقي. تاني حاجة سعادتي نبعة من ان الجائزة عليها اسم احد اساتذتنا الكبار الاستاذ الدكتور محمود قطاط. انا شخصيا يعني بقرأ له من 15 سنة من قبل ما اخد الدكتوراه كمان، وهو قامة كبيرة، وان الاوان ان يصبح في جوائز باسماء رواد الموسيقى اللي على قيد الحياة. يعني احنا دايما الوطن العربي بيبقى بتقترن اسماء الجوائز بالناس اللي توفوا، دي اول مره بنلاقي فيها جايزه لقامه كبيره لسه على قيد الحياه، الله يعطيه الصحه يا رب. ثالث حاجه ان انا اتمنى ان ده يبقى ليه ترديد في الدول العربيه، وتبقى فيه العديد من الجوائز الموسيقيه في مجال البحث الموسيقي، لأن كل الجوائز الموسيقية بيحصل عليها المطربين والشعراء الأغنية والمؤلفين الموسيقيين والموزعين، ولكن البحث العلمي مهضوم حقه. وأنا سعيدة جدا وسعيدة بحضور معالي الوزير محمد زين العابدين، وإن شاء الله يا رب دايما تونس ومصر كما كان نص الشعر بتاع النشيد الوطني بتاع كاتبه الرفعي هذا الشعر المصري مع أبو القاسم الشابي الشاعر الكبير التونسي، يا رب دايما يبقى فيه كوبريشن أو تعاون ما بين الدولتين، ويا رب ده يبقى ليه صدى، الجائزة دي يبقى ليها صدى في مصر كمان. وتبقى الجائزة الدولية محمود جتات للعلوم الموسيقية علامة بارزة في الدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية التي من شأنها التشجيع على البحث الموسيقي في مختلف مجالاته، وليس الاقتصار فقط على منح الجوائز للفنانين والملحنين أو الشعراء.